طيب نروح بقى مع حضراتكم دي ملف مختلف. الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف اعلن عن موعد حفل جائزة افضل لاعب في افريقيا لعام 2022. هذا الحفل سيقام ان شاء الله في المغرب اكيد لتكريم المتفوقين في قارة افريقيا. الحفل هيكون يوم 21 يوليو 2022، ومن خلاله يعني هو تعبير عن تقييم للفترة ما بين سبتمبر 2021 الى يونيو 2022. اكد الاتحاد الافريقي لكرة القدم ان هناك جائزة جديدة سيتم اصدارها في تلك النسخة، وهي مخصصة لأفضل لاعبة في العام في مسابقات الأندية. عايزين نفكر حضراتكم أن حفل الجوائز الأخير في بداية 2020 كان عن طبعا عام 2019 أقيم في الغردقة، وفاز من خلاله ساديو ماني لو تفتكروا بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا. تشمل الجوائز أفضل لاعب في إفريقيا رجال وسيدات، أفضل لاعب في إفريقيا للأندية رجال وسيدات أيضا، وكمان أفضل لاعب شاب في إفريقيا، وأفضل منتخب ومدرب ونادي وهدف في افريقيا. تقام في المغرب المره دي. اه حلو.